الميليشيات تعاود قصف الأحياء السكنية في الحديدة، والقوات المشتركة تكبدها قتلى وجرحى في البرح. مجلس الأمن يستمع لجريفيث مع إعلان نفاذ مخزون أكبر مستودع للمساعدة الإنسانية في اليمن. الانتقال يتخلى عن الإدارة الذاتية وآلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس. السلام عليكم، نشرة الثالثة والنصف، نبدأها معكم بسم الله. جددت ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفها بقذائف المدفعية للأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة. وأفاد مراسلنا أن الميليشيات استهدفت بقذائف الهاون الأحياء السكنية الواقعة في أطراف مركز المدينة، مشيرا إلى أن القصف الحوثي طال الأحياء الشرقية والشمالية وأجزاء واسعة ومكتظة بالمواطنين والنازحين، ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بين الأهالي لا سيما النساء والأطفال. وفي تعز تصدت القوات المشتركة لتحركات حوثية في جبهة البرح غرب المحافظة. وأفاد الإعلام العسكري أن عددا من عناصر الميليشيات الحوثية سقطوا قتلى وجرحى بعد استهداف أطقم كانوا على متنها في البرح وتدميرها على يد القوات المشتركة. في موكب جنائزي مهيب، شيعت المقاومة الوطنية في مدينة المخا الشهيد علي محمد صالح عاطف الكليبي الذي ارتقى وهو يؤدي واجبه في مقارعة ميليشيات الحوثي في جبهات العزة والكرامة بالساحل الغربي. وتقدم جموع المشيعين عدد من قيادات ألوية حراس الجمهورية وضباط وجنود من منتسبي المقاومة الوطنية والقوات المشتركة وعدد من ممثلي السلطات المحلية والمشايخ والأعيان في الساحل الغربي. وجرت للشهيد الذي لف جثمانه الطاهر بالعلم الوطني مراسيم عسكرية سارت وسط مدينة المخا تقديرا للأدوار البطولية التي اطلع بها وتكريما لكل الأحرار الذين هبوا من كل مناطق اليمن لمواجهة ميليشيات الحوثي الكهنوتية التابعة لإيران واستعادة النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة المختطفة، حيث جرت مواراة جثمانه الطاهر في مقبرة الشهداء وسط المدينة عقب الصلاة عليه. وكان الشهيد علي محمد عاطف الكليبي الذي عرف بشجاعته وبس من أوائل من لبوا نداء الوطن استجابة لدعوة العميد طارق محمد عبد الله صالح التي أطلقها من شبوة في مطلع العام 2018 وأهبوا للدفاع عن الجمهورية. وخلال التشييع أشاد عدد من قادة وزملاء الشهيد الكليبي بشجاعته وبسالته في كل المعارك التي شارك فيها وأسطر اسمه بأحرف من نور كبطل جمهوري لا يشق له غبار. نحن نودع شهيد الوطن الغالي علي محمد الكليبي، نعاهد الله ونعاهد رسوله ونعاهد الشهداء الذين سقطوا بأننا سنكون كالسيل الجارف أينما كانت الميليشيات سنلاحقها، وذلك بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الأبطال. أحد أبطال المقاومة الوطنية في الساحل الغربي الشهيد الملازم أول علي محمد الكليبي، ونقول رحمة الله عليه وإنا على درب الشهداء سائرون، ونقول لميليشيات الحوثي الكهنوتية بأننا سنلاحقهم فردا فردا وجماعة جماعة إلى أوكارهم. عاشت اليمن حرة أبية ولا نامت عين الجبناء. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن الحكومة والميليشيات الحوثية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وأنه سيواصل تجسير الفجوة بين مواقف الطرفين. وأشار غريفيث في إحاطة جديدة لمجلس الأمن الدولي إلى أن انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة ارتفعت، فيما لجنة التنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة لا تعمل. وأضاف إنه يجب على الأطراف التوافق حول خطوات لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مشددا على إزالة العوائق التي تحول دون الاستيراد والتوزيع المحلي للوقود والسلع الأخرى الحيوية للسكان.
وحث الطرفين على الاتفاق بشكل عاجل على آلية لصرف الإيرادات من ميناء الحديدة كمساهمة في رواتب موظفي الخدمة المدنية وفقا لما اتفق عليه في السويد قبل 18 شهرا. كما أوضح جريفيث أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر السماح للفريق الأممي بتقييم حالة الناقل صفر وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة وصياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة، مشيرا إلى تأكيد الحوثيين مطلع الشهر الجاري في هذا الشأن. من جانبه قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن معدلات النقص الغذائي تتفاقم، مطالبا المانحين بصرف تعهداتهم المالية ضمن خطة الاستجابة الطارئة. وبرغم إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الفشل على الملأ، جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم الثابت لمارتن جريفيث داعين الأطراف اليمنية إلى الموافقة على مقترحات الوساطة بصورة عاجلة، مشددين على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وداعين إلى سرعة صيانة ناقلة النفط صافر. Mr. Martin Griffiths. Martin, you have the floor. لا اتفاق ولا تعمل ولم تصل. لائحة ثلاث طرحها جريفيث هذه المرة أمام مجلس الأمن أعلن بها فشل دور الوساطة الأممية في اليمن وعدم التوصل إلى حل في القضايا الجوهرية والأوضاع السياسية وجهود إحلال السلام في البلد الذي يشهد حربا منذ 5 سنوات. جريفيث هذه المرة على غير كل مرة لم يعلن بيزنطيته بل تحدث عن واقع معاش لطالما تململ منه جميع أطراف النزاع في اليمن. في اللا الأولى جريفيث أوضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الإعلان المشترك الذي تم التقدم به لوقف إطلاق النار في البلد وتدابير اقتصادية وإنسانية واستئناف العملية السياسية. جاء ذلك بعد رفض الحكومة اليمنية لهذه المسودة بعدما أسمت انتهاك السيادة الوطنية وكذلك تمادي ميليشيات الحوثي في وضع عراقيل من شأنها إفشال أي اتفاق. وبحسب تراتيب الإحاطة ووضع الحجج أتى في ثاني أولويات مكاشفة جريفيث موضوع التصعيد الحوثي على مدينة مأرب. وقال المبعوث الأممي أن الوضع العسكري خلال الشهر الماضي لم يتحسن مع استمرار الحملة العسكرية وقصف الحوثي المستمر على المدنيين بالصواريخ البالستية والهجمات الجوية على حجة والجوف، الأمر الذي يتسبب في عواقب إنسانية واقتصادية وخيمة وتقويض احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في عموم اليمن لإنهاء القتال الدائر. اللاء الثانية لجريفيث في إحاطته أفاد بأن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة لا تعمل، أمر لم يكن قد أنكره مبعوث الأمم المتحدة بقدر ما تغاضى عنه في إحاطته السابقة منذ مارس الماضي، خصوصا بعد تعليق الفريق الحكومي لأعماله واشتراط نقل البعثة إلى مكان محايد لضمان شفافية عملها ورفع البلاغات. اللاء الثالثة لجريفيث في إحاطته لا أذونات ولا تصاريح منحها الحوثيون للبعثة الفنية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بشأن التقييم ما يتعلق بالناقلة صافر. أوضح جريفيث أن الحوثيين سبق أن أكدوا أنهم سيصرحون للبعثة الفنية لغرض الوصول إلى صهريج صافر العائم، إلا أن الأمم المتحدة ما تزال تنتظر هذه التصاريح إلى اليوم. أما اللاء الرابعة فيقولها الشارع اليمني لجريفيث هذه المرة بعدما عبث ببوصلة اليمنيين على الصعيدين العسكري والسياسي وأوصل العامة من أبناء الشعب اليمني ليعيشوا حالة الاحتراب الداخلي أمرا مفروضا وسيفا مسلطا على رقابهم، دور وساطة مشكوك فيه ومحاولة لسقي الشعب من سائلة السراب يسوقها المبعوث للمجتمع الدولي حفاظا على مكاسب مادية منحته في أرصدته الشخصية ملايين الدولارات بحسب تسريبات اقتصاديين ناقشوا هذا الأمر. إلى ذلك أكدت منظمة الأمم المتحدة نفاد مخزون مطاحن البحر الأحمر التي تعد أكبر مستودع للمساعدات بعد تعرضه لعدد كبير من الاعتداءات الحوثية خلال الفترة الماضية، وفي ظل تقليص حجم المساعدات وارتفاع نسبة الفقر والجوع في البلاد جراء الحرب التي دخلت عامها السادس. نفاد مخزون أكبر مستودع للمساعدات في اليمن والذي يعتبر رمزا لجهود منظمات الإغاثة وعملها على الخطوط الأمامية لجبهات القتال بعد جهود القوات المشتركة في تأمين هذه المخازن لفترات طويلة من قصف الميليشيات الحوثية التي استهدفت تلك المستودعات. منشآت مطاحن البحر الأحمر التي استأجرها البرنامج الغذائي العالمي في إطار عملية مساعدات لإطعام 13 مليون شخص شهريا أصبحت أحد محاور صراع مجمد في ميناء الحديدة الاستراتيجي
وظهر ذلك بوضوح من خلال استهداف ميليشيات الحوثي للمنشأة أكثر من مرة. تم ضرب المطاحن وخطوط التعبية وسطح صوامع الدقيق مما أدى إلى إيقاف المصنع بشكل نهائي. نرجو من كل الأطراف وخاصة الطرف الحوثة أن يفهموا أن المواد هذه وأن المصنع هذا مستقل عن كل الأعمال وعن الحروب، إنما أنه يساعد الناس ويوصل مساعدات إلى إب، إلى صنعاء، إلى عدن، إلى تعز، إلى كل منطقة في اليمن. منظمات الإغاثة شكت مرارا من استهداف الميليشيات للمطاحن على مدى سنوات الحرب، والذي أثر على مهامها خصوصا القيود المفروضة من قبل الحوثيين على وصول الإمدادات والمساعدات للمحتاجين، ما يزيد المخاوف من حدوث مجاعة في اليمن ووصول البلد لمستويات مغلقة من الافتقار للأمن الغذائي. عملية توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية انخفضت إلى النصف ببعض القيود الحوثية، والتي رفضت توزيع المساعدات على المستفيدين مباشرة دون الرجوع إليها. لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف جمال بلفقي، المنسق العام باللجنة العليا للإغاثة. أستاذ جمال، مرحبا بك. أستاذ جمال، إن شاء الله. أستاذ جمال، هل تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر. أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة. وأوضحت اللجنة في تغريدة على حسابها في تويتر أن جميع الحالات الجديدة سجلت في حضرموت، وأشارت إلى أنها رصدت 7 حالات تعافٍ، 6 منها في حضرموت وحالة واحدة في شبوة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 1703 حالات و484 حالة وفاة و804 بعيدة حالة تعافٍ. وصل إلى مطار سيئون 50 عارقا يمنيا في كينيا في رحلة خاصة نظمتها جمعية الصداقة اليمنية الكينية بالتعاون مع الحكومة والتحالف. وكانت الحكومة اليمنية أعلنت قبل أيام انتهاء عملية إجلاء نحو 18,000 يمني من 8 دول عربية وأجنبية. في صنعاء نفذ العشرات من أعضاء الكادر الصحي والعاملين في مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة للمطالبة بمستحقاتهم. ورفع المحتجون لافتات تطالب قيادة الميليشيات في وزارة الصحة بسرعة صرف مستحقاتهم، محملين في الوقت ذاته منظمة الصحة العالمية التي تمول مراكز العزل المسؤولية عن تأخير صرف مستحقاتهم لأكثر من 3 أشهر. كما طالب المحتجون منظمة الصحة العالمية الوفاء بالتزاماتها تجاه دعم العاملين في مراكز العزل الخاصة بمرض مرضى فيروس كورونا وصرف مستحقاتهم، مشيرين إلى أنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبهم المشروعة والمماطلة والتأخير في صرف تلك المستحقات المالية. ويتهم عدد من المحتجين قيادة الميليشيات المسيطرة على وزارة الصحة وقيادات في المنظمات الأممية بتقاسم ومصادرة مستحقات الكوادر الصحية والعاملين في مراكز العزل واستثمار المستحقات لصالحهم. أدت سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة حجة إلى وفاة طفلة بعدما جرفت أكثر من 70 منزلا في مديريتي ميدي وحيران. وقالت مصادر محلية إن الأمطار الغزيرة التي استمرت أكثر من يوم في عدة مناطق بمديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة أدت إلى تشكل سيول تسببت في وفاة طفلة صغيرة. وأضافت أن السيول ألحقت أضرارا بعشرات المنازل وعشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية وتسببت بنفوق عدد من الأبقار والمواشي، كما أدى الخراب الكبير في الطرقات العامة إلى توقف حركة السير في مناطق وقرى مديريتي ميدي وحيران، وبقي الكثير من المواطنين عالقين دون الوصول إلى قراهم وبيوتهم، وتضرر عدد من المحلات التجارية وفق المصادر ذاتها. ليلة الأمس وقع أمطار علينا والسيل أجانا الساعة 1 في الليل ونجينا احنا، لكن اللي داخل البيوت يعني عواجز كذا أخذها مواعين وكراسي والحمد لله احنا ما جابنا ما صادنا شيء.
والله الخيام هذه قدامكم، هذه والبيت هذا قدامكم كلها تهدمن. ان السيل اجا فبطنها جرفها جرف، والحمد لله للسلامة. نحتاج يعني مساعدة من المنظمة وتشوف بعينيها تنظر. أنا من يوم ما ظهرت لما الآن عمري 70 ما كنت حصلتوش هذا المطر وهذا السيل في هذه البلد إلا هذه المرة. وبالعودة إلى موضوعنا السابق، ينضم إلينا عبر الهاتف الجمال بلفقيه المنسق العام بلجنة العليا للإلغاء. أستاذ جمال مرحبا بك. أستاذ جمال، في ظل حرب دخلت عامها السادس، ماذا يعني نفاذ مخزون مطاحن البحر الأحمر من الحبوب في مساعدة اليمنيين؟ أستاذ جمال هل تسمعوني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. نشكر الأستاذ جمال بلفقير منسق العام للجنة العليا للإغاثة. سير الأمطار تخلف آثارا كارثية في بعض مديريات هامة، وعشرة الأسر تبينت أو بل تبيت في العراء بعد أن طمرت السيول منازلها المبنية من القش في ظل تجاهل تام من قبل الميليشيات الحوثية. المصائب لا تأتي فرادى، فقر وجوع وسيول جعلت أبناء مناطق تهامة يلتحفون العراء ويصرخون في من تبقى له ضمير أن أغيثونا بعد أن هدمت الأمطار الغزيرة بيوتنا وجرفت السيول مزارعنا ونفقت ماشيتنا. تتوالى تحذيرات خبراء الأرصاد الذين يتوقعون أن تزداد أوضاع المواطنين في محافظة الحديدة سوءا خلال الأيام القليلة القادمة جراء استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول على بعض مديريات خاصة الشمالية منها. تعيش محافظة الحديدة أوضاعا صعبة جراء تدفق السيول، والتي أدت خلال الأيام الماضية إلى وفاة 13 شخصا غرقا، بالإضافة إلى تشريد عدد كبير من الأسر وخسائر مادية كبيرة متنوعة. نشطاء أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإغاثة مديريات محافظة الحديدة التي يعاني أهلها أوضاع صعبة جراء تدفق السيول والأمطار المستمرة منذ مطلع الأسبوع الجاري على بعض القرى والمدن الواقعة شمال مدينة الحديدة كالقناوس واللحية والزهرة والمنيرة، ما أدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات في تلك المناطق. يأتي كل ذلك في ظل غياب لسلطة الأمر الواقع الحوثية التي تسيطر على هذه المديريات، ووفقا لما يقول النشطاء دعوا لاعتبار تهامة منطقة منكوبة، وناشدوا الدول العربية والمجتمع الدولي لإنقاذ سكان هذه المنطقة الجغرافية من اليمن. كارثة أبناء مديريات الحديدة مركبة، فهناك أمطار وسيول أغرقت مساكنهم، وسيطرت الميليشيات الإرهابية الحوثية التي تتاجر بمعاناتهم للمنظمات الدولية ولا تترك المجال متاحا للعمل الإنساني والإغاثي إلا عبر لصوصها. وضع خطير يستدعي هبة حكومية ودولية لإنقاذ أبناء هذه المديريات، أو على الأقل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. في موضوع آخر، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية تنفيذا للآليات السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس في 5 نوفمبر الماضي. وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي المهندس نزار هيثم في تغريدات عبر حسابه في تويتر، يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض. وأضاف أن القرار يأتي في إطار الجهود التي تبذلها قيادة التحالف لتنفيذ اتفاق الرياض والوصول إلى حلول من شأنها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية، واستجابة لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. وجدد المتحدث باسم المجلس التأكيد على استمرار وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية من خلال أهدافنا المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة ومحاربة الجماعات الإرهابية ومكافحة الأنشطة المتطرفة وتأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب.
في السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الجمالية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر الماضي، مؤكدة موافقة الطرفين عليها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله إن الآلية عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 من يونيو الماضي، وإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما. وأضاف أن الآلية تتضمن خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن، والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته. وأكد استجابة الطرفين وإبداءهما موافقتهما على هذه الآلية وتوافقهما على بدء العمل بها لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن. لمناقشة الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي محمد مهدي. أستاذ محمد، مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بكم. برأيك أستاذ محمد، ما إمكانية الإسراع فعلا بتحقيق اتفاق الرياض؟ لم أسمع السؤال. ما رأيك في إمكانية إسراع فعلا بتحقيق اتفاق الرياض؟ حقيقة وما شاهدنا خلال من قبل أخبار مبكرة في وصول الحكومة الجمالية الشرعية ومجلس الانتقالي إلى اتفاق حول الحقائب الإيجابية وحول البدء حقيقة بتنفيذ اتفاق الرياض تحت ضمانة المملكة العربية السعودية، وهذا بالنسبة لنا بشكل عام المشروع الوطني الذي يقف اليوم ما يسمى بمشروع إيران أو الحركة الإرهابية السعودية. حينما تتوحد الجبهة اليمنية بشكل عام في مواجهة هذا المشروع الجهادوسي الذي استهدف الجميع، باعتقادي أنها خطوة جيدة، إلا أنه نحن نأمل أن يكون هناك حقيقة حسن النوايا في تنفيذ هذا الاتفاق وعدم التملص وعدم محاولة الذهاب إلى تفسيرات أخرى يعني ببنود هذا الاتفاق كما شهدنا خلال 9 أشهر الماضية، شهدنا بناء يعني وحروب وصراعات بسبب انه كان هناك من يريد ان يفسر بنود هذا الاتفاق على هواه وعلى يريد ان يفسره على مقاساته. انا باعتقادي ان ما لحق اتفاق الرياض من حوارات وصراعات ومظاهرات هنا وهناك ومبادرتها يجب ان تكون دافع للذهاب نحو شراكة حقيقية بعيدا عن التوجهات وأن تتحول الحكومة إلى يعني بدل أن تكون هناك صراع بيني من يعني هم في عدن والحكومة في منطقة أخرى، أنا أعتقد اليوم الحكومة ستجتمع كلها في عدن اليوم يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية لتحقيق أمن استقرار المواطن، المواطن الذي تعب من هذه الأوضاع والمواطن الذي يشهد اليوم انقطاع الكهرباء ويشهد يعني الخدمات الضعيفة وتأخر صرف الرواتب، كل هذه بسبب هذه الصراعات. أنا باعتقادي أن من يسقط اليوم مع الشعب اليمني في الداخل ومع المجتمع ومع ضعفاء الناس هو من سيحقق فعلا مصلحة بلاده ومن سيحقق أيضا القيام بعمله بشكل حقيقي. نعم، برأيك ما مدى التزام المجلس الانتقالي والحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق؟ الحقيقة احنا اذا اردنا ان نتحدث عن تجارب سابقة كانت الحكومة بشكل حقيقي واضحة في تنفيذ الاتفاق وكانت مندفعة بل تنازلت وخسرت جزء من الشارع لانها تنازلت كثيرا مع
ما يسمى بالمجلس الانتقالي، لانه اليوم اعلان المجلس الانتقالي اللي يعني انحاء ما يسمى بالاداره التحتيه هي خطوه نعتبرها في الطريق الصحيح، وسنعتبرها مؤشر جيد حيث انه المجلس يتخلى عن بعض ما كان يفعله من ممارسات وان يكون جزء من مؤسسات الدوله. هذا ما نهدف له، يعني لا يمكن نحن ان نضع مثلا الدوليين والانتقالي في سله واحده، هذا لا يمكن، لكن في المقابل ايضا على المجلس الانتقالي ان يثبت لأنه تيار سياسي بعيدا عن المشاريع الميليشياويه وعن استخدام السلاح خارج اطار مؤسسات الدوله. اليوم هو اختبار حقيقي للمجلس الانتقالي في اثبات بانه تيار سياسي يريد ان يكون له حصه مثلا في الحكومه. هذا امر في الاخير يطالب به وله حق ان يطالب، لكن استخدام السلاح او الاتجاه نحو الضغط العسكري او تحريك بعض الملفات واستغلال بعض القضايا او استغلال مظلوميه ما يجب مثلا في الجنوب، كل هذه القضايا يجب ان توقع جانبا من اجل التعاون على بناء واستعاده مؤسسات الدوله. واذا كان الجميع يريد ان يعود الى صنعاء فعليهم ان يثبتوا الامن والاستقرار في عدن، فعدن هي تاريخيا اذا ثبت الامن والاستقرار فيها ستكون منقذ في تحرير عاصمه صنعاء. نعم، كان معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي محمد مهدي، شكرا لك. وتنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، صدر قراران جمهوريان بتعيين محافظ عدن ومدير للشرطة فيها. وقضى القرار الأول بتعيين أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن، في حين قضى الآخر بتعيين العميد محمد أحمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى إلى رتبة لواء. في غضون ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية بتكليف الدكتور معين عبد الملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة، وأوضح مضمون القرار بأن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. مستمرة النشرة وتتابعون بعد الفاصل. حجاج بيت الله الحرام يبدأون مناسك رحلتهم في يوم التروية وسط إجراءات استثنائية. قانون جبري، نقول أن هذا القانون قانون سلالي عنصري موجود بالتشريع الإسلامي خالص ولا موجود بالقوانين الدولية. الآن ظهرت العنصرية، أن الميليشيات وصلت إلى درجة الإفلاس وتعتبر الشعب اليمني عبيد وتردنا إلى أيام الإمامة. في ظل ما يعانيه الشعب من ظلم وجهل وفقر وتردي، فأصبح الخمس وكأنه قانون لشلالية معينة من آل البيت حقهم، خص فئة خاصة هم ما يسمون أنفسهم بني هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. قانون باطل ولا أساس له. نحن معنا الزكاة، الله تعالى شرع الزكاة، احنا لن نسكت ولا نضرب هذا الخمس الذي قرره الحوثيين. غياب تام لفرحة العيد في اليمن بسبب الأوضاع المعيشية التي خلفتها الحرب العبثية التي أشعلتها الميليشيات الحوثية وأتت على كل شيء بما فيها المرتبات، فدفعت الموظف ليعيش بين مطرقة الحوثي وسندان الحكومة. في اليمن لا عيد ولا فرحة في زمن الحوثي، فقد انعدمت تماما مظاهر الحياة ولم يبق في العيد سوى الهم عند الكبار وغياب الفرحة لدى الصغار، ولا شيء يبشر بوجود استعدادات هذا العام لاستقبال عيد الأضحى المبارك باستثناء بعض الشكليات، فما خلفته الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي من مآس وأوجاع لم يكن بالأمر السهل أو الهين بالنسبة لمعظم الفئات والشرائح اليمنية. الملابس الجديدة وأسعار المكسرات وجعالة العيد غابت هذا العيد عن الكثيرين، فعام بعد عام والأسعار ترتفع بشكل جنوني، حيث شهدت البلاد موجة غلاء غير مسبوقة، الأمر الذي فاقم من مآس اليمنيين وزاد من وضعهم المعيشي الصعب، حيث يفتقر الملايين منهم إلى قوت يومهم الضروري ويكتفون بما يسد رمق جوعهم. أما الموظفون فيبدو أن قدوم مناسبة عيدية بالنسبة لهم خبر مفزع جراء انقضاء مرتباتهم منذ أكثر من 4 سنوات،
وانعدام تكاليف العيد من ملابس وحلوى وغيرها من مستلزمات العيد، كونهم يعتمدون بدرجة أساسية على المرتب، ناهيك على أن الأسعار خلال العيد أصبحت بمبالغ كبيرة ولا يوجد لها أي مبرر سوى اقتراب العيد وضمع التجار وغياب الخوف من الله وتجاهل سلطة الحوثيين لحالة الناس وأوضاعهم. وماذا يتوقع في بلد دمرته الحرب وأنهكته الأمراض والأوبئة ويحتاج 80% من سكانه إلى المساعدة العاجلة، فيما نحو 7 مليون مصاب بسوء التغذية الحاد، ما يعني أن المعطيات أسهمت في غياب المظاهر العيدية وجعلت الأجواء خالية من الفرح والبهجة كما كانت عليه في سنوات ما قبل الحوثي الذي جثم على صدور اليمنيين. وتعز تعاني كغيرها من المحافظات اليمنية جراء ارتفاع أسعار الأضاحي وعدم قدرة المواطنين على شرائها، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثيرين عن شرائها في ظل استمرار الحرب واستغلال التجار الوضع وانخفاض قيمة العملة الوطنية. للعام السادس على التوالي وبظل استمرار الحرب والحصار على تعز تبقى شراء الأضحية أمر صعب المنال، هكذا يبدو المشهد في سوق الضباب جنوب تعز أكبر أسواق بيع الأضاحي والذي يشهد ارتفاع جنوني غير مسبوق، حيث ارتفعت أسعار الأضاحي إلى أضعاف ما كانت عليه في العام المنصرم. يا أخي احنا لنا أسبوع ندور تبيع للدجاج، هذا ما أسيناش الشي غلاء، بعدين يعني الشي هلوه بس غالين غالين سوم، يعني بالدولار كله بالدولار عرصة المياه أقول لك بمليون ومئتين بمليون ومئة بمليون وربع بمليون ثمان، ما قدرنا إحنا الحين نروح بدون عيد. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فإن الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي المحلية بالإضافة إلى التي يتم استيرادها من خارج البلاد فإنها هي الأخرى تشهد ارتفاعا كبيرا هذا العام، وهو ما أدى إلى عزوف الكثيرين عن شراء الأضاحي التي باتت كفريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا. أنا الآن بسوق الضباب مروحين بدون عيد تمام، لأنه القد ب250 ألف، والحالة بتتحمس بسبب الحرب والمشاكل الحاصلة في البلاد، الثور ب400 يعني ب1,400,000 ب1,500,000 هذا الحاصل الآن في البلاد. ويعزو مراقبين إن سبب ارتفاع أسعار المواشي بسبب استغلال المناسبة من قبل الباعة بالإضافة إلى فقدان الريال قيمته أمام الدولار الأمريكي مع عدم انتظام صرف المرتبات، وهو ما أفرز هذا الواقع المؤلم الذي جعل ثلثي سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر. من البديهي أن ترتفع أسعار الأضاحي خلال هذه الأيام لعوامل كثيرة، أولا نظرا لأن التجار يستغلون هذه الأيام موسما لجني الأرباح في ظل عدم وجود جهات ضابطة تضبط هذه عملية البيع والشراء، ولكن في المقابل يعاني المواطن كثيرا من هذا الارتفاع ويضطر بعض الناس إلى العودة دون أضاحي لعدم يعني تناسب عملية البيع مع القدرة الشرائية للمواطنين اليمنيين لأسباب منها تدهور الحالة الاقتصادية وانعدام رواتب الموظفين الحكوميين. ويبقى أغلب المواطنين على موعد لشراء بعض من كيلوغرامات من اللحوم، بينما آخرون على انتظار ما يجد به فاعلي الخير. هو سيناريو يتكرر كل عام منذ بداية حرب الميليشيات الحوثية على تعز، والتي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة وجعلت أغلب المواطنين في تعز عاجزين عن شراء أضحية العيد إحدى الطقوس الدينية. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز. بدأ حجاج بيت الله الحرام مناسك رحلتهم الأربعاء بالتصعيد إلى مشعر منى بعد أن اكتمل وصول جميع الدفعات وسط ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس كورونا المستجد المستمر في التفشي حول العالم حاصدا مئات آلاف الوفيات، ويشارك نحو 10,000 مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى 5 أيام مقارنة بنحو 2,500,000 مسلم حضروا العام الماضي، ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومن المفترض أن يقضي الحجاج بمنى يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، وتحددت نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ب 70% من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30% وهم من الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا. We'll be right back.
عالميا يتزايد عدد المصابين بفيروس كورونا بوتيرة متسارعة، حيث اقتربت الإصابات بالفيروس التاجي من حاجز 17 مليون شخص. وذكرت آخر الإحصائيات أن حالة الإصابة بكوفيد 19 بلغت أكثر من 16,930,000 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 664,000، وتجاوز ما تم شفائهم من المرض 10,490,000 شخص. سجلت الولايات المتحدة 1592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز. كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60,000 إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد، وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا وهما من أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية. كما شهدت ولايات أركنسا ومونتانا وأريغون زيادة قياسية يومية في وفيات كوفيد 19، وفقدت الولايات المتحدة ما يقرب من 150,000 شخص إجمالا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير، وهو أعلى رقم للوفيات في العالم. تشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع. ونبقى في الولايات المتحدة، حيث اعترف مدير مراكز مكافحة الأمراض روبرت ريدفيلد للمرة الأولى بأن بلاده كانت بطيئة في الاعتراف بتهديد كورونا. وقال ريدفيلد في مقابلة مع شبكة ABC حادثت المقدمة من أوروبا قبل أن ندرك ما كان يحدث، وبحلول الوقت الذي أدركنا فيه التهديد الأوروبي وأغلقنا السفر إلى أوروبا. ربما كان هناك بالفعل أسبوعين أو 3 أسابيع شهدت عودة 60,000 شخص كل يوم من أوروبا. واعترف ريدفيلد أيضا بوجود مشاكل في الاستجابة الحكومية الفيدرالية، قائلا: كانت هناك أخطاء، لقد فشلنا ونحن نبذل قصارى جهدنا ونحاول اتخاذ أفضل الإجراءات الممكنة. وأوضح أن السلاح الفعال لمواجهة كورونا هو الكمامات، معتبرا أنه يمكن هزيمة هذا الفيروس إذا ارتدى الناس قناعا. سجلت الهند أكثر من 48,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات 1,531,000 إصابة. كما سجلت الهند 768 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34,193 حالة وفاة جراء الإصابة بوباء كوفيد 19. وتعد الهند حاليا البلد الثالث الأكثر تضررا في العالم بالفيروس التاجي بعد الولايات المتحدة والبرازيل، رغم أن الخبراء يعتبرون أن الحصيلة الحقيقية لأعداد المصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية نتيجة النقص في إجراء الفحوص. وتفيد دراسة أجرتها مدينة مومباي الهندية أن أكثر من نصف سكان الأحياء العشوائية في المدينة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ما يثير الشكوك حول الأرقام الرسمية للإصابات. وسجلت مومباي التي يعيش نحو 40% من سكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة في أحياء عشوائية نحو 110,000 إصابة وأكثر من 6,000 وفاة حتى الآن. وقعت بريطانيا اتفاقية مع شركتي الأدوية سانوفي وغلاسكو سميث كلاين للحصول على أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذه الاتفاقية هي الرابعة التي توقعها بريطانيا للأجل الحصول على جرعات من اللقاح المرتقب ضد فيروس كورونا. ولم يحصل أي لقاح في العالم على الموافقة حتى الآن لأجل استخدامه في الوقاية من الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة أصابت ملايين الأشخاص. وفي الأسبوع الماضي أبرمت بريطانيا عقدا مع شركتي فايزر وبيونتيك للحصول على 30 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا. واستطاعت بريطانيا أن تؤمن 250 مليون جرعة من اللقاحات المحتملة ضد الفيروس.
في أمريكا أظهرت دراسة أجرتها منظمة اقتصادية أن غالبية كبرى الشركات في البلاد تعتزم الإبقاء على نظام العمل عن بعد عند انتهاء جائحة كورونا. وأشارت الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات في تقريرها الفصلي أن أكثر من 80% من المستطلعين أكدوا أن شركاتهم ستبقى على درجة معينة من العمل عن بعد حتى بعد انتهاء الأزمة. وكانت الدراسة أجريت في أوج انتشار كوفيد-19 في جنوب وغرب البلاد، اضطرت مدن وولايات إلى اتخاذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس ما أبطأ النشاط الاقتصادي. النشرة انتهت، عودة للعناوين. الميليشيات تعاود قصف الأحياء السكنية في الحديدة والقوات المشتركة تكبدها قتلى وجرحى في البرح. مجلس الأمن يستمع لجريفيث مع إعلان نفاد مخزون أكبر مستودع للمساعدات الإنسانية في اليمن. الانتقالية تخلى عن الإدارة الذاتية وآلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس. إلى اللقاء المتجدد، في أمان الله.